بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى هذه الآية من سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الملاحظ إخواني في القرآن الكريم من أوله إلى آخره عشرات الآيات الداعية للإنفاق. لماذا هذا التأكيد على الإنفاق؟ أولا، الإنفاق فيه جهتان: جهة مرتبطة بالمنفق وجهة مرتبطة بالمنفق عليه. وأما الجهة الثانية، نقدم الجهة الثانية. أنتم تعرفون إخواني الفقر والحاجة حقيقة من المشغلات. الذي لم يعش الفقر في حياته لا يعلم ماذا نقول. إنسان لا يجد لقمة العيش، والأصعب من ذلك أن لا يجد لقمة العيش لمن لا يصبر من زوجته وأولاده. لو الإنسان مر في عمره يوم أطفاله يصرخون من الجوع وهو لا يجد ما يعطيهم، حتى لو وجد الطعام بعد يوم، هذا اليوم لا ينسى في حياته، أن أطفاله يطلبون ماء وطعاما فلا يجد. فعليه إخواني الإنفاق. أولا، هذا يجعل الإنسان المنفق عليه على الأقل يسد عنده هذا الفراغ، فيه إراحة للنفس. وثانيا، المؤمن إذا حقيقة أمن معاشه، من لا معاش له لا معاد له، من لا معاش له لا معاد له، الذي باله مشغول بالرزق لا يجد الكفاف، مشكل. لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن هذا جهة المنفق عليه. وأما جهة المنفق، حقيقة للمال حلاوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا غير مال. أما بعد ذلك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وخاصة المال الذي يكتسب بشق الأنفس، عامل يعمل صباحا إلى الليل ليكتسب مالا. المهم، كلما بذل الجهد في كسب المال، هذا المال إنفاقه أعظم أجرا. هذا جهة، هذه جهة. الجهة الثانية، قد يكون الإنسان غنيا ورث المال من أبيه، لم يتعب، ولكن له تعلق بشيء من المال. يتفق الإنسان له ملايين، ولكن قلبه معلق بسبحة لديه، بساعة، بقلم وما شابه ذلك. المؤمن إذا رأى في نفسه إصرارا لتملك شيء من هذا القبيل فليبادر إلى إنفاقه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه مجربة، الإنسان عندما يتجاوز عن محبوب لديه، مال محبوب لديه، رب العالمين في الدنيا يعجل له البركات. أولا، يجد حلاوة في قلبه. افترض سيارة، نعم، مرتبطة بحجارة، مربوطة بالحجارة، أنت عندما تقص هذه الصلة السيارة تنطلق. الروح الإنسانية أسيرة، كلنا له، نعم، ما يأسره، له سلاسله. كلما قلت السلاسل كلما اشتدت سرعة المشي والانطلاق. ومن هنا رب العالمين يدعونا في الآيات الكثيرة للإنفاق: ولله ميراث السماوات والأرض. الآية واضحة، يقول هذه الأموال سوف تنتقل لله عز وجل، هي لله. حسب الظاهر بأيديكم، يأتي يوم من الأيام
رب العالمين ينادي لمن الملك اليوم؟ لو كان من مجيب لقال رب العالمين الملائكة قالوا لله الواحد القهار، ولكن الله عز وجل هو يجيب يقول لله الواحد القهار. ويا لها من ساعة رهيبة، الكون كله سكوت، لا من مجيب، الكل ميت. تعرفون النفخة الثانية، نفخة الصور، على كل لله ميراث السماوات والأرض. ثم هذه الآيات الأخرى لها ظاهر والبعض يستفيد منها معنى آخر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لماذا الإنفاق قبل الفتح أعظم من الإنفاق بعد الفتح؟ كونوا معي جيدا، هذه نقطة مهمة. قبل الفتح الإسلام ضعيف، الإنسان لا طمع له بشيء، الأحكام أو الأسس الإسلام غير مستحكمة، الإسلام في أوله. هنا إيمان بالغيب، الذي ينفق قبل الذهاب للمدينة، الذين كانوا في مكة يرون قلة المسلمين، ضعف المسلمين، هؤلاء إيمانهم وإنفاقهم أقوى من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الإنفاق قبل الفتح، إنسان نعم قبل أن يرى تنكشف له بعض الحجب، ولهذا يقال والله العالم، هذه نقطة مهمة، الإنسان إذا وصل إلى درجة من انكشاف الحقائق الباطنية هذا الإنفاق سهل عليه، لأنه يرى حقائق الأشياء. ولكن الإنسان المبتدئ اتفاقا إنفاق هؤلاء وعبادتهم من ناحية، فرق بين إنسان يقوم لصلاة الليل وهو لم يستذوق بعد حلاوة صلاة الليل، يقوم متناعس متأرجح يصلي وهو لا يعلم ما هي حلاوة الصلاة، وبين إنسان نعم فتحت له الأبواب. أقول من ناحية، من ناحية معرفية صلاة الثاني أرقى من الأول، صلاة المحب غير صلاة غير المحب. ولكن من ناحية الإنسان الذي لم تنكشف لديه الحجب الأمر فيه معاناة، من هذه الناحية نعم نقول بأن صلاة هذا الإنسان من هذه الناحية أرقى، لأنه يشبه الإنفاق قبل الفتح. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أردنا أن نختم الحديث، ولكن كيف نختم الحديث وهذه الآية حقيقة من الآيات المنعشة في القرآن الكريم، المنعشة المحيرة، ما شئت فعبر. رب العالمين يقول من ذا الذي، الآية اللاحقة، يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. آية غريبة. المعطي هو الله عز وجل، وثواب العطاء يعود لك، أنت تأخذ الثواب والمال ماله، ومع ذلك رب العالمين يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أقرضوني وأنا سأرجعه لكم، ولكن القرض بأضعاف مضاعفة فيضاعفه له وله أجر كريم. له أجر كريم يشبه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المضاعفة حساب، له حساب، ولكن الأجر الكريم مبهم لا نعلم، كما يقول في آية أخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس. حقيقة الذي يمر على هذه الآية هل يصعب عليه الإنفاق؟ ولهذا
المؤمن المثالي إن صح التعبير الذي ينفق زيادة عن المقدار الواجب. بعض الناس عند التخميس وعند الزكاة يحسب الفلس والدينار، لماذا هكذا؟ الآن المقدار الواجب لعله خوف من عذاب جهنم، الكمال والفخر من هذه الناحية للإنفاق المستحب، وخاصة كما قلنا قبل قليل لما تحبه النفس. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير.